مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ قد تعلمنا عن الرسام الذي يسمى فرانس مارك ورأينا الحيوانات المتنوعة من لوحاته، واليوم سأعرفكم على رسام جديد واسمه بول سيزان. ربما هذا الرسام هو أكثر من رسم التفاح من رسامي العالم. أليس لديكم فضول عن طريقته لرسم التفاح؟ إذن هل ننطلق إلى لوحات بول سيزان الآن مباشرة؟ كان بول سيزان يرسم الكثير من الطبيعة الصامتة. مفهوم الطبيعة الصامتة هو رسم الأشياء التي لا تتحرك، وقد رسم الكثير من التفاح. يا ترى لماذا رسمه كثيرا هكذا؟ هاتان اللوحتان مرسوم فيهما الطبيعة الصامتة أكثر. اللوحة التي في اليسار تم رسم الطبيعة الصامتة في خلفيتها أيضاً، أما اللوحة التي في اليمين تم رسم نقش القماش المفروش في الجزء السفلي بشكل جيد. الفواكه موضوعة بشكل غير مرتب والقماش منطوي. ما رأيكم بالمنظر؟ هل يبدو معقداً أم يبدو رائعاً؟ كان بذل مجهودا كبيرا لدرجة أنه كان ينظر إلى تفاحة بعد أن يضعها لمدة ساعة، واستغرق ساعتين لكرمشة القماش. وربما بسبب جهوده ما كان الطبيعة الصامتة أو كرمشة القماش يبدو أجمل. لم يكن يرسم الطبيعة الصامتة فقط، بل كان يرسم الكثير من رسم الأشخاص مثل هذا أيضا، وكان يجسد الكثير من فن رسم الطبيعة هكذا، يناسب منظر القرية بلون برتقالي مع البحر المنعش. نرى من هذه اللوحة الشجرة التي في المقدمة والقرية التي نراها عن بعد والجبل البعيد. إنها رائعة وجميلة، وفي النهاية سنرسم هذه الطبيعة الصامتة ونجسدها مثل بول سيزان. نرسم اليوسفي موضوعاً على الصحن هنا، ونرسم الكوب الزجاجي بالوسط، ونرسم اليوسفي هنا أيضاً. نرسم الجانب العلوي هكذا بشكل دائري. ونرسم شكل الصحن واليوسفي داخله. وأرسم عمق الصحن في الجانب العلوي بشكل خفيف.
يمكنكم أن تغيروا شكل الكوب الزجاجي كما تريدون. ونرسم فروع الشجر وأوراقها موضوعة داخل الكوب الزجاجي أيضاً. الطاولة من هنا حتى هنا. وهنا عمق الطاولة، فيكون هنا الجانب السفلي. سأريكم كيف ألون اليوسفي الذي في الأمام. في هذه المرة سنميز بين الأجزاء الساطعة والأجزاء القاطمة. فلنفترض أن اتجاه الضوء إلى هذه الناحية، سيكون هناك ظلال صحيح؟ وتكون في هذه الناحية، وإذا كان اتجاه الضوء من هنا، فتكون الظلال في هذه الناحية، أليس كذلك؟ فلنفترض أن اتجاه الضوء من هنا ونرسم الظلال من هذه الناحية. نرسم هكذا فقط
لتحديد المكان ونلون الظلال. ابتعدت الظلال أصبحت خفيفة، لذلك لا يجب أن نلون بلون أسود قاط جدا. نلون الجزء الذي بين المرسوم والأرض ونلون الأجزاء الباقية بشكل فاتح وخفيف. نعم، لونوا الأجزاء الباقية أيضاً بشكل رائع بهذه الطريقة. أوقفوا الشاشة لوقت قصير ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. نعم، قد اكتمل الرسم هكذا. كيف أكملتم الرسم يا أصدقائي؟ المحاضرة يا أصدقائي، ما الرسم الذي فضلتموه عن غيره؟ إن كنتم تحبون المناظر يمكنكم رسمها وأنتم تنظرون إليها، وإن كنتم تحبون الناس يمكنكم رسم من حولكم من أهلكم وأصدقائكم، وإن كنتم تحبون الطبيعة الصامتة يمكنكم أن تضعوا شيئا تحبونه أمامكم وترسموه بينما تغيرون مكانه أو زاويته وتنظرون إليه. دائما أتطلع أن أرى رسوماتكم يا أصدقائي. إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة أيضا. إلى اللقاء.